هذا اليوم. صوريها البنت اللي تحكي. نلتقي في إذاعتنا المميزة، تحفظنا وتشد أزرنا وتقوي ترابطنا. أما الآن مع إذاعة الصف الثالث ألف، والآن مع آيات من الذكر الحكيم والطالبة سلمى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. كلا أن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. فليدعو نارية، سندعو الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. أما الآن لنتعرف على بعض أوطاننا العرب بأعلامها وبلادها. الآن مع الأردن. دارت المعارك وأذمنا دونا في الكرامة، واستقبلنا أخواننا يوم الكهانة. أكلتنا الشعبية المنسى، ولدينا البتراء من عجائب الدنيا السبعة. نحن بلد أهل وأخيار، نحن بلد المهاجرين والأنصار. إخواننا العرب أهلا وسهلا بكم في الأكثر، بلد الأمير والأسر. يا قلب أحاكيه من أعماق وجدان، أنا جاي أكلمه أغنيه بأحلى الحال. والآن مع فلسطين. نحن الأرض المقدسة، نحن القدس فيها المسجد الأقصى، أولى القبلتين ومصر الرسول صلى الله عليه وسلم. زيادة لاسمهم دوب الفلسطيني والقلبان، وأكلتنا الشرابية المسخن والمخلوق. والآن مع الشعب. يا شامة الدنيا والآخرة. يا سامو، يا سامة الدنيا ومدتها، يا من بحسنك أرجعتني أغار ميلة. مددت ولا ترعوني فيك مأزنة، أو أن تقومي على الأبواب قنديلة. يا بلدة السبعة أنهار، يا بلدي ويا قميصا بدار الخرخور نزل. والآن مع مصر. مصر، نحن حضارة عالية لدينا مطبوعة من عجائب الدنيا.
والأعمى سعودية. الحق يبني دولة الأحقاد. كان معكم طلاب الصف الثالث بإشراف المعلمة والجاد. شكرا لاستماعكم. شكرا. باسم الهيئة الإدارية والتدريسية نشكر المس وجدان والصف الثالث على الأداء الرائع. يعطيكم العافية. نشكر المعلمة الفاضلة المس وجدان، وأعمل أن ينسحب هذا على باقي الصف. وبالمناسبة وباسم الإدارة سنخصص في كل أسبوع أجمل يوم إذاعي، وستكون الجائزة مميزة للطلبة وللصف أيضا وللمعلمة حتى نفسح مجال للتنافس. وأيضا باسمكم جميعا نرحب بزميلنا الأستاذ داوود الذي انضم إلى الهيئة التدريسية ليقوم بتدريس مادة اللغة العربية. والمس أحلام العزة أيضا معلمة للصف الأول الابتدائي، والأستاذة الفاضلة معلمة ميري المعلمة ميري لتدريس اللغة الإنجليزية وهي من حملة الجنسية البريطانية. فأهلا وسهلا بكم جميعا، فإلى مزيد من التألق والإبداع وصباحكم جميل. ومثلا بإستاذ الأستاذ
يلا يا علاء.